زعيمة بخلي الدنيا تتلج بالصيفية، صورت عم نزل له الليستا مثل ما هي هلأ، صحيح ما زبط شي من كل خططه الذكية، ولا قدر نفذ شي من كل أقواله الوفية، بس قلبه كتير طيب، مهم عنده النية، مهم عنده النية. زعيمة عقلبي فات، أنا عنه ما بتخلى، أنا شلت شهادتي عن الحيط وعلقت صورته محلها. بيكسر عمو المعروف هالحكي أنا ما بقبل، هو بغير الحقيقة ممنوع تسأل أو تتدخل. بيسرق المعروف هالحكي مش مقبول، هو بياخد عن عطول الأشياء وبلا ما يقول. أنا حزبي، أنا حزبي، أنا حزبي بيتضمن مبادئ مهمة وإلى قيمة مثل السيادة والحرية وغير أشياء كتير عظيمة. هلأ ما بعرف شو هو مضمونة على المزبوط، بس أصلاً بالتفاصيل أنا ما بحب فوت. خلي زعيمة هو يقرر، أنا انتخبت يقرر عني، وخلي زعيمة هو يفكر وأنا بهاي سلو بغني. هلأ صحيح دعاني، وصحيح انه ضل عم بيمثل تمثيله سريع نعني. صحيح صحيح فوتني بجنون، دبرني هون البيت، دمرني مستقبلي وفوتني بالحيط، قرفني حياتي وقرفني السياسة، وعدني ونسيني ونسيني انه ناسي. صحيح بعد الدمار نسي كل شي صار، طلع على المنبر وغير الشعار، نسي كل الناتو مشاكل، لأن بالمقابل، لأن بالمقابل. زفت للطريق، زفت للطريق، زفت للطريق، أنا الوحيد اللي بالحي، والانتخابات وزع ببلاش، كاسكت حلوة ملونة مع قنينة مي. زفت للطريق، على الوعد يا كمون بعده البلد كله. هيدي الغنية زفت لي الطريق، أول مرة سمعتها قلت مش معقول، أكيد رح تهز الضمائر، رح تنزل الناس، ما بعرف شو رح يصير بالبلد. خليني أعرفكم على الصبيتين اللي كانوا ورا هيدا العمل، وطبعا خليني أقول بفترة الزبالة كان تأثيره ما في شك أكبر وأكبر، وعطى هيك كادر طبيعي مثل ما احترنا زفت لي الطريق اللي هي غنية سياسية اجتماعية بالعمق. أنا بعتبرها بدي رحب بميشال كسرواني وبنويل كسرواني. مساء الخير. أول شيء ميشال، ميشال هون شباب، ميشال أهلا وسهلا فيك. بدي رحب كمان بنويل، قل لك مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. أنتوا أخوة وبضيعوا بيناتكم الناس قد ما بتشتغلوا مع بعض، بتعملوا كتير أشياء، درستوا مع بعض بال-usek، عملتوا اثنيناتكم
اعلانات بيبليسيتي مزبوط. بدي بلش معك، زفت لي الطريق، هي اللي خليني اقول شهرتكم. اجت وقت كانت طرقات مزفت زباله وعملتوا هيدي الغنية، انكتبت خليني اقول بوحد اللي كان عم بيصير او قبل؟ لا انكتبت قبل بسنين صراحة، بخمس سنين. احنا صرنا فترة مننزل قصص من بيشبهوا زفت لي الطريق على الانترنت كمان. ساخرة ساخرة صح، حسب الوضع شو عم بيصير او شيء سوسيال بوليتيك او سوسيال. فهيدي المرة كانت مكتوبة من قبل وحطينا ونسينا يعني. اكتشفنا التحركات اللي صارت كل الفترة، فترة هديك السنة تحمسنا، رمعنا أصحابنا وصورناها الفيديو، بس ما في شيء من الليركس أبداً تغير. مثل ما هن الكلمات نفسهم صورتوها خلينا نقول خلال أزمة الزبالة والحراك المدني اللي كان أيضاً ببيروت سنة الماضي. مزبوط. طيب اليوم بتطلعوا بتقولوا نحن حاولنا نكون جزء من التغيير، بتشوفوا أنه نوال ممكن عبر الغنية وعبر الفيلم وفيديو كليب و ياخذ الانسان عبر او يتفتحوا عيونه على شيء اكثر من الكلام العادي والوعظ والحلقات والمقابلات. الموسيقى تحديدا هي طريقه نحن مثل ما لان نحن بنشتغل بيوب كمان، كنا قبل تخصصنا بيوب فبيعلموك، وهيدي اللوجيكا اللي نحن بنجرب نتبعها كمان قبل ما حتى عن جد بس نتعلمها، هو انك توصلي مساجك قد ما يكون كثير سيريو بطريقه كثير خفيفه تالعالم تتقبله وما تحسك عم تعظيهم كماليات قصص مثاليات. سو نحن كيف بنشتغل كميوزيك هي انه بطريقه كثير خفيفه بنجرب نوصل مساج كثير نحن لنا مهم وكبير. ومثل ما عم نشوف عم نحس انه ما بعتقد في طريقه هلا بيمنا هلا مع انترنت مع كل شيء انك توصلي مساج بطريقه بعد قديمه يلي هي انك بس تكوني كثير جديه. صحيح. فعم يساعد كثير انك تكوني عم تعملي ميوزيك. الرساله اللي اذا بدك واحد بيحضر هالاربع دقائق من الفيديو بيطلع انه هيدا الزعيم اللي انا شلت شهادتي اللي درست وحطيت له صورته واللي هالقد عظيم، بس ما بعرف ليه في عم بطال غرائزية الموجودة بلبنان، عم بتطال الوضع الاستسلام والاستزلام الكامل لشخصيات هي وصلت البلد للي نحن فيه اليوم، يعني هي مزبوط. المسؤولة بنفس الوقت يعاد انتاجها، وإذا بأي واحد من هؤلاء تم المس بتقوم القيامة، بتصير كأنه مزبوط. مس شخصي بهيدا الفقير المعتر اللي وضعه مزري بسبب هذه الطبقة. بس الحاجة. في شغلة أنه بهالغنية وبالتفكير اللي نحن كيف بنفكر انه دائما بنقول انه كانه في طبقه حاكمه وفي حدا فقير او مظلوم عم ينظلم، ننسى انه هيدا الشخص ذاته هو اللي عم ينتخبه لهيدا الزعيم، نحن اللي عاطينه المجال. بنفس الوقت انه كمان ما بيسوى نجي نقول انه كل الزعماء مش منيح بدنا نكبهم بالزباله بدنا نبلش من جديد، بلا ما نفهم شو صاير قبل، الهيستوري تبع ليش العالم تعلقت فيهم، ليه هلا ما بقى ظابطه انه يكونوا نفس الاشخاص عم بيديروا بهالطريقه، ليه لازم يفوت ناس جداد. انه في طريقه شوي معقده، بس انا بمطرح كبير انا ونوال بنفكر انه كمان زفت لي الطريق سؤالي على الناس، انتم انتبهوا كثير منيح، بدكم تنتخبوا مين ما بدكم، بس اذا عمل شيء غلط نقول انه عمل شيء غلط، حتى انه حسبوه على صح اكيد. لانه ايه، لان نحن على طول بنلعب دور الضحيه بمحل انه ليك شو عم بيعملوا فينا، في دور الضحيه هو اكثر شيء بخلي الواحد ما يتقدم. فبس تاخذي مسؤوليه وتبطلي باسيف وتقولي انا بدي انزل انتخب او بدي حاسب، اذا لو حتى انتخبت حدا وما عمل شو بده يعمل بدي احاسبه، ما ببلش يتقدم شيء، بس بدي العب دور الضحيه بس نق. يعني انا بدي اقول انا مسؤول حتى أكيد. لو ما كنت مسؤول مسؤوليتي كبيره لانه أكيد. عم بقوم بمسؤوليه الخيار. عندكم شك انه اذا في انتخابات سنه الماضي رح ترجع الناس بالوضع المذهبي الموجود؟ انتم بتحكوا عن حزبه عظيم، حزب صح، حزبه بتخبي شيء وراها، ما في احزاب لبنان، في خليني اقول نوع من مؤسسات مذهبيه قائمه، كل مذهب له حتى المذاهب مقسومة بالأحسن تكون مقسومة، يمكن على القليلة بتختاري، على القليلة بيتنافسوا مين بيعمل أحسن، عند البعض ما في حتى مزبوط. انقسام. نحن شو بيغير؟ نحن بنحس إنه تغيير منه هيك فجأة وتغير، ما بنحس إنه نحن بالجا عم نعمله عم نغير العالم كله، يعني كمان نعرف حدود شو عم نعمل. ونحن بالبداية ما عم نعمله كرمال البيوت الأول نغير، هو عم نعبر نحن بنرتاح إنه عم بعيش هيدا الوضع، على القليلة بدي أقول إنه على القليلة إذا عندي مشكلة بدي أعبر عنه، سو بننطلق من هيدا، بعدين بتصير إنه إذا عم بغير شيء كتير منيح. هلا شو عم بغير برأيي مش بس نحن شو عم نعمل، كل شيء هلا عم بيصير عم بغير شوي شوي،
اول شيء بدنا ننتبه انه في غلط. شو البدائل؟ ايه عم تفكروا كمان شو البدائل؟ اكيد بدي غير، ما بدي روح للأسوأ كمان، بدي اقول هالشيء اكيد. بس ستيب باي ستيب، اول شيء العالم ما عندهم فكره انه في شيء غلط، ما عندهم فكره، مش منتبهين انه هن المسؤولين، مش منتبهين انه اللي عم ينهانوا. هيدي مشكله كثير كبيره، عم ننهان انا وقت يصير شيء غلط مسؤول يعمل قرار او يربح جميل اذا عمل شيء منيح، انا بنهان. نحن عم ندفع التاكسات تبعنا وهيك تخدمونا، ما تجوا تربحون جميل شو عم تشتغلوا. سو في كثير قصص قبل ما نجي نقول انه تغيير هيك. نقبل بالقليل، نقبل انه بس العالم القاعدين معنا اذا حدا حزبه وحاطط الكاسكات ومعه القنينة الملونه يخبيها اذا جيت قاعد بيستحي. بس هيك بيستحي. اول ستيب نرجع نشوف شو بيصير. في محل في اذا بدك كل واحد بحط اللوم على الاخر كمان في لعبه بالنهايه. لما يتفقوا على شيء بيتفقوا جميعا، ولما يختلفوا على شيء هون ببين شوي للناس مثلا على شو كان الاختلاف، بيطلعوا ببينوا صفقات، ببين سمسرات، ببين غيرها. بس الوضع السياسي مقفل بلبنان. بس خليني اعطيك دليل صغير، قصه الزباله هيدي كنت عم تحكي عن الاهانه، هيدا يمكن اكثر شيء مهين معقول يصير باي شعب بالعالم. صح، انه زباله موجوده. هلا فسري له ليه كانت زباله بالطريق، بيقول لك سكر مطمر ما بعرف كيف ليش. لانه في مسؤولين عن اقفاله، عن عدم وجود بديل او كذا، ما في محاسبه. فاذا الزباله ما قدرت تغير الطبقه السياسيه الموجوده وضل الحب للزعيم هو هذا الحب المطلق، طيب شو معقول بعد ينعمل؟ انا بحس انه في، نحن اكيد في هذا البارتي كثير نيجاتيف صار لكثير زمان وبعده وما رح تروح بهالسهوله، بدها مثل ما مشان عم تقول وقت طويل كثير. بس بنفس الوقت مثل ما هلا شفنا بانتخابات البلديه، بتشوفي اول مره بنشوف عالم مستقلين عم بيسترجوا يقولوا انا هون. سو بتحس انه والعالم شافوا من استجابوا وكل شيء. بيروت مدينه تطلع لهم 40% مقابل كل الاحساب البقيه المجموعين، بشهرين طلعوا علنا. سو عملوا كل كامبانيتهم بغض النظر عن بس هن، بس قصدي في روح جديده. بعلبك مدينتي على 700 صوت فرقت. نحن هول، نحن هول ما كنا بنحلم نشوفهم قبل. سو يمكن الحراك بلش يفرجي، او كريزة الزباله فرجت انه في عالم ما بدها حدا من الموجود، او بدها حدا الموجود بس يحاسب قوي. سو بمحل انا بحس انه في امل هلا ما كان موجود قبل. في كمان مخاوف حقيقية عند كتير من الناس من اللبنانيين، بيطلعوا بالصورة بالمشهد العربي خارج لبنان انه طلع ثورات، نزلت ناس على الشارع، عملت تغيير حقيقي، فراعنة قدروا يهزولن عروشهم، بس كان البديل، كان اذا بدك النتيجة طلعت مخيفة سيئة. صار يقولوا يا ريت بنرجع الى الدكتاتورية، بدل نوع من دكتاتورية جديدة تربصت فينا اسوأ وانقسام اكبر بالشارع. ففي خوف حقيقي كمان انه كيف كيف بدي هد الاسس وما بعرف تاني نهار اي مصير ناطرني. صح، هلا هو بكل بلد، انت عم تحكي عن مصر بركي، لا عم بحكي عن كل وين ما كان. تونس وين؟ تونس محل ما بلشت. صح. ليبيا حرب دمويه اهليه ما. صح. في ولا محل. سوريا ما فيك تقولي لي مصر لوين ما رحتي انتهت بنتيجه كارثيه على الناس. مزبوط، هلا انا بحس كل بلد عنده مؤسس بطريقه معينه، وعنده تقدم بسرعه معينه من ناحيه طريقه حكمه، طريقه الانتخابات، كل شيء. انا وقت احط بلدنا حد بلاد مختلفه وقارن ان كانت احسن او حكمه هلا مش اضبط، ما بحس تبرير لشيء. نحن بالحكمه اللي نحن فيه الديمقراطي، يلي الناس بتنزل هي بتنتخب، يلي عندك حريه اونتر جيمي، ما بعرف قد هي، بس انه عندك حريه بتطلع بتعبري. مش اذا انا حكيت يمكن انا القصص اللي عم بعملها لو بعملها بغير بلد عربي ما بتشوفيني يعني. او وفي ناس شجاعه وبتعمل اكثر بالبلاد العربيه، مش عم نقول انه، بس عم نقول نحن في عندك باور تعملي. في الناس يلي نزلوا وتحركوا هيك بينوا وغيروا، ببين دغري. سو ما بلاقي في تبرير انه لا ما في خوف. خوف من شو؟ خوف وصلنا على الماكسيموم، انتمرنا بالزباله، بعد خوف من شو؟ وتبلش يطلع امراض وهيك بعد سنين انه رح نحس قد ايه كان هذا الشيء مش منيح. بغير بلاد شيء اصغر من هيك بكثير، بيستقيل الوزير، بيستقيل كل الحكومه. بس ترجع بتطلع بالوضع اللبناني، في عقائديه ومذهبيه متربصه بالناس بشكل كثير كبير، يعني في المقدسات بمحل معين تجي بدك تعمل تغيير سياسي، بيقولوا لك لا هون عم بتدقي بمسلمات دينيه وبمقدسات. اكثر واكثر بوضع مثل لبنان وعند كل الطوائف عم بزيد التعصب
عم بتقل الوطنية للأسف، هيدا واقع. طب هون قد ايه بتغني لحد ما قلنا للناس خلينا نروح بالكفاءة، خلينا نضب بيوتنا إيماننا ونطلع مواطنين كلنا بالآخر مش بها بعض، كلنا بلا كهرباء وبلا مي وبلا طرقات وبلا بنية تحتية. هي أنا بعتبر المشكلة أكيد هي أنه الوزارات عنا منعطية للعالم على أساس دينهم مش على أساس كفاءة، هيدا أول مشكلة. أنه لا احنا ما عنا بس يمكن لو حتى كنا نظام بعد الدين فيه طاغي، على القليلة يكون الحدا اللي مسؤول عن كل وزارة مخصص بالدومين اللي هو مسؤول عنه فيه، أو إذا بدك تقدمي طلب على شيء يكون إذا حدا عمل واسطة ما بعرف شو بيتحاسب. سو هي المشكلة إنه في قوانين مش عم تتطبق، في أساس مش منطق يكون ولا وزير خاصه بالوزارة اللي هو مستلمها، مش يعني في أساس هول الأساس اللي أنا برأيهم بعد أضرب من إنه هن بعدنا بس نظام ديني أو مش يعني بس كل شيء إنه يجي التابع للزعيم أهم بكتير للناس من إنه يجي صاحب الكافة أو الاختصاص. هيدا حالة موجودة، بحس هيدا الخوف، الناس بتخاف إنه بتقول إنه سمعت كتير أرجيومون يعني لناس مين بدهم ينتخبوا ليه حجر لناس اللي بعد بدها تنتخب الزعيم ذاتها تبعه، تفهمي من الآخر من صح كل حدا بخوف التاني والزعيم بخوف تاني والخوف طرف أكتر شيء ببيع الخوف صح. على ما أكيد بس في شغلة قدي بدك يعني شو بدك تبرري إذا صار عندك أمراض من وراء عالم عايشوك بزبالة، إذا مت من الجوع ببيتك، إذا ما معك تتحرك وتتنفس شو بعد؟ حتى الدين ما بيقوله، ما في شيء بيقول هيك. بس خليني أقول لك في خطاب، الناس يلي مسؤولين هن مش عايشين هيك. في خطاب كمان سياسي، كل زعيم سياسي بيقول لجمهوره إذا أنتم ما لبيتوني ونزلتوا انتخبتوني هوليك بدهم يجوا هوليك لا ايه طبعا هوليك الفريق الآخر رح يربح ولح يكسب. شفنا بعض الانتخابات البلدية استخدام للمقدسات وللدين للقديسين للآلهة نزلناهم خلينا نحكي بكل صراحة بمجرير وبالبنية التحتية تبع انتخابات صح. بلدية أحيانا يعني كأنه شغلة كتير عظيمة صح. إنه يطلعوا جماعتهم مش جماعة آخرين، شفنا استغلال على الآخر بهيدا المسألة مزبوط. هيدا كيف بده يتغير إذا بقيت المقاعد مثل ما قلنا موزعة طائفيا تنطمن الكل؟ رح يبقى الخطاب السياسي هو ذاته انا بشد عصب اكثر بتطرف اكثر الناس بشدها لالي معك حق. بقلك برايي كيف يتغير، بنشوف السبب ليه هيك صار اصلا هيك صار لان نحن طالعين من حرب طائفيه. كيف كل بلد بيقطع بمراحل بركه مثل طفوله ومراهقه وبصير انضج وكذا، نحن قطعنا بمراحل كثير بشعه بس ما بقدر نرجع لورا وما بقدر نعاد انا برايي. وصار هيدا الشيء اللي عم بيصير هلا، هي التبعيه والخوف لان بعدنا شيء طالعين من هيدا من هيدي المخاوف. بس هلا نحن الحل هو انه الجيل اللي عم يكبر هلا مش عم يكبر لو انه في تبعيه بمطرح مش قد ربع تبعيه كمان الايموشنال تبع ناس تكسر بيتها وناس ماتوا اهلها. بس نحن عم نربع شوي على اذا بدك اقل البرين ووش معمول غسيل الدماغ غسيل الدماغ اقل. سو الجيل الاصغر غسيل الدماغ بعد اقل. سو نحن مش جايين نقول انه كل العالم اللي قطعوا قبل وشو عملوا هن عالم مش اذكياء لا قطعنا بفاز تعلمنا منه بس خلص حلنا نطلع منه في شيء صار غلط يعني نروح على مرحله جديده اكيد. خلينا نشوف البرلمان كمان غنيه كتبتوها بانيك بالبرلمان بانيك بالبرلمان خلصت بمجلس النواب الجلسه مثل العاده حكومة تعطى الثقة وبثقة حكم القاضي انحلت المشاكل وانتهت الديباجة وعرفوا مين خلق قبل البيضة أو الدجاجة لما انفجأ بصير اللي ما حدا كان عمل له حساب بتنقطع الكهرباء والهواء بيطبش البواب ولا أول مرة ما حدا منهم كان عنده الجواب وبقلب البرلمان بيعلقوا الوزراء والنواب صار في بانيك بالبرلمان صار في بانيك بالبرلمان علوا الأخبار وطوا الميوزيك بالبرلمان صار في بانيك صار في بانيك بالبرلمان صار في بانيك بالبرلمان علوا الأخبار وطوا الميوزيك بالبرلمان صار في بانيك وبيصرخ دولة الرئيس بالقاعة هدوء يلا رح لاقي المفتاح يا جماعة بدنا نروق النايب ضمير الطاقة عامل انهيار كيف انقطعت الكهرباء وبرا مقطوعة ليل نهار بدل ما يصرخ ويبكي نايب الشجاعة مرعوب من العتمة خيفان يموت من المجاعة وتفجرت الأساطير وصارت المي تعوم ولما انصار في الشبر مي بطل في شي مفهوم يبلع مي ويطبسوا ويصرخوا خلق
خلصوني انا اشطر عليك رمالكم البلد بيوقف من دولي وتشفوا الخطابات وبطل مفهوم شي وضعوا بطل حدا منهم عنده شي يحكي قرروا يتصلوا بالخارج هونيك اصواتهم مسموعه طلع الواتساب معلق والخطوط كلها مقطوعه يعني جي تي والتي تي وما في شي منهم ماشي وعالسلولار ما في ولا شخص تبرزوا على الشاشه ما في شي منه الماشي وعالسلولار ما في ولا شخص تبرزوا على الشاشه صار في بانيك وين بالبرلمان بالبرلمان صار في بانيك صار في بانيك صار في بانيك صار في بانيك بالبرلمان صار في بانيك بالبرلمان علوا الاخبار وقتوا الميوزيك بالبرلمان صار في بانيك صار في بانيك بالبرلمان صار في بانيك بالبرلمان علوا الاخبار وقتوا الميوزيك بالبرلمان صار في بانيك ونايم عم يختنق بالعلك اللي بيتمه وهيدك بعده راكد عم بيصرخ بده امه بيوعى نايب لان شاء الله وعيتوني عشي بيحرز مش شارب قهوتي بعده راسي مش عم يفرز نايب السليم توتر بطل مرتاح ايه مسكر راسه على الجميع وسحب عليهم السلاح طلع على الكرسي يصرخ وبكل شراسة ام بيطاح في القاعة خلاص بطل حمل راسي بينبطح الجميع الا نايب الحق والاستنكار استعمل ما بيجوز هيدا القرار وفرطوا الجميع وعمة البانيك وهلأ بتشوف إذا بعد تضربني رح شكيك وإنت بتهديك وهيدا بهديك وإنت ست بوزك أصلاً ما حدا عم يحكيك خلينا نقول هذا كله إنتاجكم بتقصقصه وبتلونه وبتحطه يعني. وبتلحنه وبتكتبه وبتغنه كل شيء مع أصحاب مع اصحاب والعيله مستعملين الماما ومستعملين خيكون مستعمل مزبوط نستعمل المواهبين بس نستفيد من المواهب فسري لي شو هي قصه بانيك بالبرلمان بانيك بالبرلمان هي بارتي مسؤوليه المسؤولين لانه زفت للطريق كنا عم نقول للعالم انه انتم عم تنتخبون ومن بعد ما تنتخبي حدا عم نقول لهم انه اذا صار معكم كل شيء بيصير معنا بحياتنا تبع كل يوم بس اذا صار معهم هن مره يعيشوا مره باب البرلمان وصار معهم جوا شو بتكون رياكسيون سو هيدي هي كانت هن اللي بيعزونا دائما بيقولوا لنا انا على شباب روقوا وانه هن اللي عم سو باخر هيدي الغنيه بيلاقوا المفتاح بعد ما علقوا كلهم البرلمان وقتلوا بعضهم وكل المثاليات يلي بيعطونا اياهم السلام ولقوا روقوا ومدري شو ما زبطت بيلاقوا المفتاح بيتفقوا بيقولوا خبوا كل شيء تحت الطاوله من العلكه للسلاح يعني خلص بلا ما نخبرهم وبيطلعوا بيصير في وعظه انه هن عايشين نحن كرمالكم يا شعب وكذا عرفت كيف هيدي اذا غير بانيك بالبرلمان شو عاملين بعدين مشاريعكم المستقبليه وين ناقلين البانيك الهستيريا خلينا نقول هلا في شيء عاملينه قبل كمان اسمه على الجمل بوسط بيروت كمان عن الطبقيه وهيك ببيروت جبنا جمالين من بعلبك وفتنا فيهم على بيروت وإلى غنيتها وهيك سو بعد هول بهالطرق التفكير كمان عم نشتغل انا هلا عم اشتغل بالافلام اكثر ونويل انا عم بشتغل عم بتشوف الجمل عم بشوفكم على ظهر الجمل عم بش انا عم بشتغل هلا عم بعمل اويرنس كامبينز مع ان جي اوز سو هيدا شغله سو ايه سو بنعمل انيميشن وفيديوز واغاني وهيك على طول اساس هيومانيتير بدنا نعيش ايه ما هيك كمان لازم تشتغلوا لا بدنا نعيش بس ما بدي بيع دانتيفريس واساس هيك سو من هيك قلت انا بيب لا انه بنعمل اويرنس كامبينز وهيك وسو هيدي بارتي كثير حلوه انا كثير بحب هيدا ومكملين بشو عم نعمل هلا اكيد وحتى الشغل اللي عم نشتغله ان كان بالافلام او بالكامبينز زيت كمان نعمل اغاني ومنقصقص وكذا مين عم بيساعدكم بالانتاج؟ كل شيء له كلفه بالنهايه ايه انتاج هو بينه بانه ماشي عائلتنا يعني نحن مع بعض ما بيكلفوا كثير لانه كل الاصحاب اللي بيعقدوا اللي بيشتغلوا معنا بيشتغلوا ببلاش بالبروجيات قبل هلا بالبروجيات الجديد عم نبلش نشتغل على شوي نطاق اكبر سو بنعوز تمويل فبعدين ممكن نعمل كراود فاندينج كامبين كراود فاندينج ايه يعني خلينا نقول الناس هي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتتبرع مزبوط لتقدروا تعملوا مشاريعكم صح لانه صاروا اكبر بس بنبقى من نحكي عنهم ديت ما حتعملوا الا كراود فاندينج يعني ما حتقوموا اذا حدا اجى لكم انا بعطيكم اكيد في كذا طريقه في بس هي وحده منهم لا يمكن صح اصلا هلا البروجي اللي عم نشتغل عليه هلا اللي هو فيلم كمان قصير في كذا شخص عم بيمولوا مع انه عم بيمولوا هن شخصيا وممكن انه بارت صغير عاوز كراود فاندينج واصلا مش قصه قد ايه عم نحكي بمبالغ ميزانيات مثلا
زفت لي الطريق شو بتكلف؟ هيدي عن جد ما بعرف لانه بزفت لي الطريق على القد استعملنا كل عيننا لوحين خشب وجيران ودهناهم حطيناهم ببيت سمير يعني سريان المخرج يلي كمان مبين بالفيديو وبين انه استوديو بس هو بيته والباقي كله على الطريق الزباله كانت الديكور نحن بنشكر كل العالم اللي كانت زباله على الطريق يعني كثير ساهموا بالعمل سخريه مستمره معكم ايه زعلانين يعني لا عملوا لكم الكادر اللازم اللي بدكم اياه تتعبروا مضبوط عن صح الكلمات مزبوط. اللي عم بتقولوها سو ما بقدر اقول لك هيك بال لا بس كل نحن بنقدر انا متاكده اذا بدنا نعمل بروجي ونقدر نلاقي الممولين بنلاقي بس في مطرح حلو انه تشارك الناس كمان بالشيء اللي عم تعمليه وهيدا الشيء اللي عبالنا نعمله من هلا ولبروجيتنا بعدين انه في كثير ان جي اوز بتحكي عن نفس القصص اللي نحن بنحكي عنها ومثل بالموسيقى مين عم بيساعدكم؟ كله اصحاب كله اصحاب وكل شيء طيب خليني شوف جغل هي جغل بلشت معك ميشال بال-usek كنت بالجامعه صح جغل ايزاك كان في كذا جغل بالجامعه واستوحيت منهم وعملت اغنيه جغل ايزاك يلي انتشرت على العالم كان في شي جغل عاجبك؟ ما هي المشكله بدك تلفتي له نظره؟ المشكله انه لا هي المشكله كان بدي بس انه لا ما كان في قد ما جغل بطل عاجبك ايه ما خلص صار كثير يعني صار اعلى مني من كثير يعني. ما قدرت انا خلص بعمل له غنيه بعمل له غنيه وبنساه صح خلينا نشوف جغل ايزاك صرت كنت قاعدة بالكافيت ما في شي عبالي عم بشرب نسكافيه اجا شاب وقعد قبالي لابس جينات وشعره مطبس بالجال قال لي بوجودك يا دمازال انا الشاب الكول تلبس مع 50 سنت سيارتي بتلمع وما بقفق ايفنت عندي الشاليه فيلا بفرية واكس نس ليبان إيه أنا خيا عملت حالي هبلة وعملت حالي مسطولة ما حكيتو شي وعاوز البسمة الخجولة عملت حالي هبلة وعملت حالي مسطولة ما قلتلو شي وعاوز البسمة الخجولة أنا جغل ال-usek عيوني ملونين بشرب فودكا ساك وشميستي موسلين البابي كولونيل وبدخن سيجارة تنرق ميكو شتبال تاني دهر شي نهار هون راسي فار لا كتير هالقد علي وجهي كله احمر وطلعت دخني من جيني وجهي كله احمر وطلعت دخني من جيني ونهار انت عرفت ليه بيقولوا عن حوا حي قلت له نويل القدر كيف جمعنا حياتي كلها قبلك ما كان الا معنا بس يا حب حياتي ويا شرايين القلب تعا نتفق عشان ومن اول الدرب علاقه عاطفيه بقى مصبيه ما في بدها تكون جديه تا يقبل بيا فيك يعني لازم نتجوز وتجيب لي سياره ونجيب ولاد ونسمي البنت ساره وتعمل لي كسين وتغير لي اللمبه وتسفرني عالصين وتقشر لي مانجا وتفرش لي بيت وتجيب لي جهاز وتقص الكازونيت او تلمع الازاز واو فكره الجازه عن جد حبيت شلا انت بدك نخطب تعدلك عالبيت وخضر الشاب الكول ودب اللينات وقال لي سوري مشغول ولازم ارجع عالبيت كتير لقطيها منيح لهجة الجغل اللبنانية زبطة معك عليها شي بتصيري خلص ايه بس تفوت فيك اللهجة يعني مين رح يحملكم مع هال هلا ولا في عالم اي جغل اي جغل بده ما يكون جغل بس كله بدي اقول له لمسيو كسرواني انه عنده ازمه حياتيه لا لا في عنا في عنا لا لا بتعرفي ليه؟ لانه بنات مثلكم بدهم سوبرمان مش حيلا مان فانا كثير بشكركم على وجودكم معنا بهيدي الحلقه وان شاء الله بيكتروا الصبايا اللي بفكروا انه هيك لاعمل شيء حرك المجتمع باي اتجاه اللي كان حلو المبادره فانا بشكركم نوال كسرواني ميشال كسرواني احنا معكم دائما شو ما عملتوا شو ما انتجتوا اكيد ولحالكم مثل ما قلنا ان شاء الله بيكون في فاندنج قريبا بيكون في تمويل حقيقي ليبينوا ياخذوا حقهم هالفيديو كليبات نشكركم كثير اهلا فاصل مشاهدينا وانا عود الى انترفيوز